شرب الشاي من أهم ما يميز سكان الجزائر وخاصة المناطق الجنوبية من بينها وادي سوف، لكن مذاق الشاي يختلف حسب اختلاف المنتوج واختلاف أذواق الأفراد. وبمعرض شركة كادي جلوبال بجامعة الشهيد حما الأخضر قدمت لكل الزوار الشاي الأخضر الصيني بعلامة شاي لاتاي وشاي السقيفة بمذاق خلاب ونكهة الطعم الأصيل لكل الطلبة والأساتذة ليشتركوا في وصف واحد بنوعيات مختلفة وبمذاق الصحراء الأصيل. تقدم شركة كادي جلوبال عدة خيارات لمتذوقي الشاي، ودوما ما تسعى شركة كادي جلوبال في استيراد أجود وأفضل أنواع الشاي الأخضر بمقاييس عالمية ثم توزعها بشكل كبير على المستهلك الصحراوي. كان فلاك واسم تهضر فرنسا وتقصد على فلاك. هذا الصح. سعداغو السنو عرانك الغربة. بصح ربي زرع فغاب طارو كيتك البالي. سعداغو السنو عرانك الغربة. ما تسولا ذي نقلين وغادي. من بعدك نتحكو كلش. زرع الغربة في وعر. بلادي كيلوك تسلو مغارة. يسون سيد واقعنا كيف كيف. وشو تصوصنت؟ شوف عضيك ديني. يعني الكلام ديني ده شارة تهضر. داين سيبا لا بيها تهضر. زعفت ديجا. أيوري لخيت فهمه. فهمتو ثنبابة ثوار صروي الحيف ذا الصح عقلي نغالط ذاين انتو اوكي ثاني قادة واني دي الوحيد وتو كذا بنخل فوكي ثاني قادة ان شاء الله سمر ماذا قادة ذا الكونتاكت وكذا عمر كذا عمر انكو بارك الكونتاكت يتساوى اليد حكو يدوكي ثاني كتارا ذاين كل تم قناة تمشطح سيرتو في اللام كمان يا سوف تخم ضيع سيس نكو زري غلا زري طافي لليل اللي اختي تروح كل مرة تتروح حاجة كمي قرحة كل الجرح يقولوا سعد داغو السن دي طانور كان غانا في جاليب ما تسرق لي نوار باش كاني لي الوحيد وانتو غاو كثاني قادة ودنو ذو كل شيء جديد ان شاء الله يا ربي ان شاء الله هوا مشو مني مخلوف يستقريت خد هكوات سليمة امكي هذا ضرويز
ابارتي الكويس كذا حتى ندى في خديم وفي غرف لي تغيمي ثاقينك المهم زرام كيس خمضة باش كتسوق راه فيه اليوم في يدي اليوم مخلوف وقبلها تسل لويزا سناق السينما راه تسل والسريحة راك غرس عمي مخلوف امزون دي ثرين دهف شوف نسال شاهد لحنا ما فاك ذوردي تقشيشت والله ما فاك راضي يمين مزران في حظمو الناس كان زعما مد الهواء يدش يوا كنا يتل شويت ويرنوا كيزرعوا الشني قاعد يولوا الكزا خميس ديال الفيلم ياه اوينا ذي الفيلم اثي غاتين اللي غيلي سنماليكا وقيلا ما زاليك ذنية فغير ضستاقين لحنا وثاك شطوح الوردة صغف اثي اللي محالة تطل ذيك اسيدي منك يانو كتسمقو لارا يالو كنا تخفضو كل دايره في سميس الويز انا اكيد من مسفهم اين ذي اني بمواهدو خذ مغامثي لا ما انا كمشي الجامويلة وش دخلو باش اكيو انا كاستصدق ماني ما زالو لني وراء بسم الله ويرنا حاشاتي للي غرا كده صحن ني غاس كنا ترضى رفيق غي خديم اميش ذا رفيق شي خديم ذي الموحة لا يشتقى دي ضرو ذي الموحة لا يغس شي خديم ارقجي كردا ذي وتشقيت راه شي خديم اش حسيد من حدا شاذا كيني غير قاس وهدره راه تقولاش فاهم ضافيق حملتين اللي يا يعني نقطاص يا قمد ويا الخفار ني راس كان تتخمط غير ولني هاد الهوض يا دسا ترطري خديم ايوا كني نروح على دي زرتي اللي غير تيصفر غير فلاك يا يعني نفوذ مي مس مسكين تهليك